اجعلها توبة خالصة. يا الله jadikan taubat ini taubat yang tulus dari kami. اجعلها توبة نصوحة. Jadikan ini taubat nasuha. لا ننقض عقدها. Taubat yang tidak kami batalkan lagi. لا نخلف وعدها. Taubat yang kami tidak ingkari lagi. لما مر صلى الله عليه وسلم على الجماعة فكان يتكلمون في بعض أسرار يا بر يا صمد ويا مقصود بالباب قمت بذلتي مستشعرا منك السخاء وأنك المعبود. يا رتاق قلبي.